فاحنا في انتظار الاخبار الرسميه بخصوص هذا الملف تحديدا. يعني مفيش غليان ولا حاجه، الكل دلوقتي بيبقى فيهم الرباع الكبار مركزين على البطولات والتحديات المختلفه، وبتحديد بطوله السوبر خلاص المباراه اللي قادمه باذن الله تعالى. تعالوا نروح لليوم السابع، والناس دايما بتسال برضه على موضوع صالح جمعه. الاهلي يناقش تحمل جزء من راتب صالح جمعه لتسير رحيله الى اوروبا، ويعني امبارح حتى اتسال مستر فايلر بخصوص صالح، قال لهم خش على السؤال اللي بعده. الموضوع ما اتغيرش، الموقف موجود هو هو من ساعه التصريحات مستر فايلر في احدى المؤتمرات الصحفيه، وزي ما احنا اكدنا لحضراتكم قبل كده تسير رحيله لاوروبا يعني ممكن فنلندا احدى الدول اللي فيها فتره القيد مفتوحه، ممكن ان هو يروح هناك طبقا لو في عرض رسمي جه او حاجه، يعني فده هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. عبد الحفيظ يسبق البعثه في السفر للامارات، وده طبيعي قبل اي سفريه. كابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي المدير الاداري بيسافروا عشان يرتبوا كل التجهيزات لاستقبال البعثه، سواء فيما يتعلق بملاعب التدريب، فيما يتعلق بفندق الاقامه، كل هذه الامور يعني. الترجي يكشف مميزات وعيوب الزمالك لفايرا، امبارح طبعا كان مباراه الزمالك والترجي في بطوله السوبر الافريقي، وانتهت بفوز نادي الزمالك بنتيجه 3-1. فاكيد هيبقى في دراسه لهذه المباراه عشان تعرف ايجابيات وسلبيات نادي الزمالك، وده امر بيبقى معتاد يعني قبل اي مباراه بالنسبه لنادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه الزمالك. تعالوا نروح للمصري اليوم، والمصري اليوم بتقول ان فايلر يحتوي غضب عاشور ويعده بالمشاركه في المباريات. يعني في تصوري انا الشخصي ان مفيش وعود بالتحديد مع مستر ريني فايلر ان انا بوعدك هتلعب، مفيش كلام ده. واي مدير فني بيفكر بايجابيه لصالح الفريق، مش بتكلم بقى على حسام عاشور، انا بتكلم على اي لعيب عامه، يعني هيفكر في المصلحه اللعيب اللي هيفيدني خلال المرحله طبقا لرؤيته هو. حسام عاشور قيمه كبيره جدا، لعيب ممتاز وعنصر مهم قوي في وسط ملعب النادي الاهلي، لكن اكيد في رؤيه فنيه خاصه بمستر فايلر. الوعود ما بتبقاش واقعيه قوي، وده اجتهاد من مصر اليوم، لكن الموضوع ده مش واقعي يعني او مش موجود على ارض الواقع. حسام عاشور بيجتهد في التدريبات، بيعمل اللي عليه، وقائد النادي الاهلي اللي دايما بيبقى ليه يعني بصمه كبيره جدا حتى لو ما بيشاركش، وده شيء مهم. لكن موضوع مشاركته في المباريات ده رؤيه فنيه مستر فايلر، يعني ده هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. لكن عاشور جاهز طبعا وبيتالق كمان في التدريبات بشكل كويس. يعني مفاوضات مع مروان محسن تمديد عقده، ده مش وقته خالص وما حصلش. بدء ترتيبات السفر الامارات اتكلمنا فيه، وموضوع صرف 600,000 جنيه لعلاج مؤمن زكريا، وده اللي حصل بالشكل فعلي، خصوصا الاهلي كان مستني الجهه الاداريه ان هي توافق له على صرف الفلوس دي، وعشان امر قانوني يعني موضوع طبيعي يعني. فتم صرف 600,000 جنيه لمؤمن زكريا، وخصوصا ان هو بالمناسبه يعني اكيد حضرتك عارفين هو لاعب غير مقيد في صفوف النادي الاهلي، فكان لازم يبقى في موافقه من الجهه الاداريه عشان تقدر تطلع هذه الفلوس، هذه الجوانب الماديه يعني وهذه القيمه الماديه. فده امر طبيعي، النادي الاهلي دايما بياخد باله من الحاجات دي. تعالوا نروح للوطن، والوطن بتتكلم على ان في تحذيرات من مشاركه صبحي في السوبر، مش وقت يعني مش ده التوقيت اللي ممكن احذر فيه من مشاركه رمضان صبحي. التوقيت هيبقى قبل المباراه ب 48 ساعه، بلاش 24 ساعه، تشوف ساعتها هل رمضان يقدر يشارك ولا لا، وبناء عليه هيبقى في تحذيرات او ما فيش تحذيرات، اللاعب يبقى جاهز 100% يشارك ولا لا، ده اللي هنشوفه يعني، لكن مش من دلوقتي بيبقى الكلام. فايلر يرفض ضم جمعه البعثه ترماتج، الموضوع ما خلاص محسوم. عبد الحفيظ ينهي ترتيبات البعثه، اتكلمنا فيها، موضوع برضو الكبار وده شاغل دماغ ناس كتير جدا، موضوع عدم التجديد ده، لكن برضو زي ما قلت لحضراتكم التوقيت المناسب هيتم الاعلان فيه يعني، زي مؤمن زكريا اتكلمنا فيه. تعالوا نروح لاخر خبر معانا من الوفد، والوفد بتتكلم على ان فايلر يستفسر عن جاهزيه رمضان صبحي للسوبر، الراجل اهو بيشارك في التدريبات والامور طبيعيه، هنشوف بقى اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. الاهلي يتحرك لتمديد عقود نجومه، هيكون في التوقيت المناسب، ووليد سليمان يدرس العرض التركي، يقال يعني ان في عرض تركي لوليد سليمان، مفيش حاجه رسميه جت يعني لحد دلوقتي، وكلها بتبقى عروض شفويه يعني. كلام مع اللاعب سواء من الدوري التركي او من الخليج، وده امر طبيعي لان وليد سليمان لاعب كبير جدا يعني. لكن انا عارف كويس جدا واثق جدا ان الاولويه عند وليد سليمان هو استمرار في النادي الاهلي لو رغب النادي الاهلي، اللي اكيد بيرغب في ذلك، ومدير الفني بدليل مثلا وليد سليمان بيشارك في معظم المباريات كلها خلال الفتره اللي فاتت. لكن زي ما قلت لحضراتكم تاني وثالث وعاشر، هو موضوع توقيت بس مش اكتر يعني. دي كانت بعض الامور.